جيتو وداك التراب اللي كرات من تما عاد من حطيته فين حطيته هادشي جاوب ناس ادريس شكرا الزبل تحط في المحروم الزبل ما عندهمش كيف يمشي في البابا انا المهم هي النظافه اسمح لي لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي ماشي تحط في المبضى هذيك المبضى شوف السيد دابا حنا جاوبنا هذا السؤال شوف شنو الاعمال اللي قريبه ما دخلناش انا شوف انا من حقي 15 جماعي نسول انا انت كرئيس نسول هذا الزبل فين درتي وهذاك التراب فين تحط وعاد من تحط لانه هذاك الشيء كيضر الساكنه لانه الناس كتشتكي من تما من داك الزبل ومن ديك الريحه الكريهه اللي كاينه تما في المحروم شكرا ديال مزدورة 17 خلينا نناقشوا معاك احنا مستشارين علاش مصيفط لي السيد عادي كاع اللي بغا تناقش معايا هذه الطريبات الحيده تعطي لي اسباب انت الكبور ما كتحيدو علاش تحيدو مالك انت جاي تخرب البلاد ولا جاي تصلح البلاد واش دابا صبحنا حنا مستشارين كنصوروا بعضياتنا ونشوفوا واش دابا انت وقعت في المكغبه واش دابا رئيس ولا شنو؟ غادي الفاطمه مساحه هو تقريبا واحد 1850 متر اي واش غندير فيها انت؟ غندير فيها المساحه خضراء شي حاجه مهمه بالنسبه لها شنو كتبقى شي غابه فيها شنو غندير فيها؟ السيد الرئيس حتى كاين وسط الغابه كاين استاذ ميري السلام عليكم معكم ياسين كردودي مستشار بجامعة حرارة. كما شفتوا الأجواء اللي مرات بها الدورة اليوم يعني كانت مشحونة بمجموعة من النقاشات لكن الأجوبة لم تكن يعني الرئيس لم يستطع الإجابة حتى على سؤال يعني الرئيس ليست له تجربة ولم يستطع حتى ضبط الجلسة من أجل يعني أخذ كل عضو تدخل دياله كان هناك بعض الأعضاء من المجلس هم من يجيبون نفس الأعضاء يعني اليوم ما عرفناش شكون الرئيس ومع من غنهضروا يعني ولات 50 رئيس في هذه الجامعة اليوم كما كتشوف بانه الرئيس ليست له كاريزما ليس له حضور داخل الجلسه لم يجيب على اسئله مجموعه من الاسئله وكانت هناك مجموعه من النقاط مثلا غير السؤال ديال ديك الدكتورات اللي غيعطي في غابه سيدي مسال سولنا قلنا ليها علاش وعطينا معلومات قال لك ودوز ادوز يعني ما مشكله هذه ما عرفناش هذا الرئيس كيفاش يعني دير 21 نقطه وما قادر يجاوب حتى على وحده هذا هو المشكل لا مع الاسف الرئيس لا يستطيع تسيير الجماعه والطريقه التي يسير بها هي طريقه ليست جيده وكيف ما شفتوا نتوما يعني هذاك الشيء راه كل شيء تشاف يعني ملي كنهضروا مع الرئيس كينوض لنا واحد اخر هو اللي كيجاوبوا كيجاوب في بلاصتو هذا هو اللي كاين باش توصلوا بجديد صافي ناو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.